بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. من حرصنا على تعليم الناس، نفيد الناس. حط ده يا جماعة، ده ريسيفر سمارت سات 3 تسعات عادي، بيشتغل بالإيه اللي هو الريموت الصفحي الواحد. ده كان قاطع الشاشة دي كلها خالص يا جماعة، معتمة. الباور هنا هابط جدا، بتاع 3.3 هابط جدا، فمش قادر يقوم الجهاز. طبعا 3.3 ده جهد مهم جدا، طبعا ممكن يضيع الإشارة، ممكن يوقف، يعني نلاقي الأرقام ونلاقي القايمة وما نلاقيش إيه مثلا محطات أو حاجات زي كده. فهو بيغذي البروسيسور، بيغذي الرامات، فمهم قوي 3.3 فولت. في جهد تاني هنا 24 اللي هو بيروح لإيه، للال ان بي، ده اللي هو طالع للطبق عشان نقدر نختار القنوات الرأسية والأفقية. طبعا في كمان أرضي. وفي 5 فولت. جهود دي لازمة عشان نقدر نشغل الكارتة اللي هي المذر ام دي، ولا اللي هي اللوحة الرئيسية. بس هنا كان قاطع خالص يا جماعة. طبعا اول ما فتحته كده لقيت المكثف 3.3 ده ضارب ومشرخ كده اهو، ضارب اهو يا جماعة ومنفوخ زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة. فاول ما خلعته، طبعا احنا عارفين ومرينا بالحاجات دي، 3.3 لما تلاقيه ضارب كده يتغير على طول الجهاز، هيقوم مكتوب هنا 1000 ميكرو 10 فولت. طبعا انا ركبت 16 فولت، يعني عشان يقدر يتحمل لو زاد عليه الباور تاني. طبعا انا حبيت نعلم اخواتنا او ابنائنا المبتدئين او حتى الناس اللي ايه العادية، اول ما تلاقي مكثف مشرخ كده غيره بنفس تقريبا القيمة، الا اذا هذا المكثف لو لقيته 10 ميكرو زود الفولت، يعني ده 1000 ميكرو خليه 1000 ميكرو بس الفولت زوده من 10 مثلا ل 16 25 50، ده يدي صلابة في التحمل، بس ما تزودش الفولت قوي. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة للمبتدئين او حتى للناس العادية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.